وأرجو منكم جميعاً أن تحرصوا على الكلام باللغة العربية في هذه الجامعة. كل طالب يسكت عنه لو تلفظ بكلمة في العربية سوف يحاسب عليه. هذا اتفق أساتذة اليوم أمس، وأرجو أن تحافظوا على اللغة العربية في مهاجعكم. اللغة الإنجليزية عندكم هي اللغة الأم، سوف لا تنسونها حينما تذهبون إلى أهلكم في يوم الخميس والجمعة تتكلمون باللغة الإنجليزية، سوف لا تنساها. ولكن اللغة العربية إذا تعلمتها فإنك سوف تنساها، لأنك تعلمتها على الكبر وليست اللغة الأم التي نشأت عليها وترعرعت فيها. فأرجو من كل واحد منكم أن يضع وسط عينيه أنه داعية إلى الله تعالى، وأن أعضاء الدعوة كلها قائمة على أكتافه، لا تلقي مسؤولية على غيره. لا تقول فلان يعمل أو لا يعمل، قل أنا المسؤول، فأنا يجب علي أن أعمل. وضع وسط عينيك أن تكون قائدا لا مقودا، وأن تكون أسدا لأسود الله تعالى في هذه الأرض. دائما تكون متوثبا من أجل تبليغ هذه الدعوة لكل من تسمع.